هذا يا الربع الخشاش، الخشاش اللي تناثر من الرطب اللي ما استنبت، من الشيص، من اللي بعد سبحان الله ينهى شكل انها شم الحشرات من العناكب، يومهن خلال صغار، فيوم تطيح تسوي بطنها خالي. شوفوا، وسموها خشاش لانها تخش، وهذا هو الخشاش وما له هذيك القيمة لأنه أصلا ما في وزن. والحين بني حق الشيء اللي هو أحسن عن الخشاش بشوي وبنخبركم عنه. هذا الحشف يا ربع، الحشف كما ورد في اللغة العربية هو أرداء التمر. ليش أرداء التمر؟ كما قالوا الخشاش، لأن الخشاش أصلا ما في شيء، ما في تمر، ما استوى تمر عشان يسمونه يكون أرداء التمر. ونقول يقولون الأوليين ما حد يسوي من الحشف مكيال. والسلام عليكم.